أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نناقش فيها انعكاس توتر العلاقة بين طهران والرياض على اليمن. تتصاعد الحرب الكلامية بين الرياض وطهران وتلقي بتداعياتها على الساحتين اليمنية والسورية، لكن ثقلها الأكبر ربما على الساحة اليمنية باعتبارها الأهم بالنسبة للرياض. آخر فصول التصعيد، تسليم السعودية رسالة لمجلس الأمن تتضمن انتهاكات وخروقات إيران لقرار مجلس الأمن 2216 المتعلق باليمن، في إشارة إلى استمرار دعمها للميليشيات الانقلابية وتشجيعها على التمرد على جهود السلام والإمعان في التصعيد العسكري وقصف القرى والمدن السعودية على الحدود. الرسالة قالت إن الرياض ستتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة التهديدات من جانب ميليشيا الحوثي وصالح المدعومة من إيران، لكن هذه الرسالة سبقتها تصريحات رسمية لوزير خارجية إيران نشرت على هيئة مقال في جريدة نيويورك تايمز بعنوان فلنخلص العالم من الوهابية، وفيها حاول جواد ظريف تقديم بلاده كضحية متهما السعودية بالإرهاب ورعايته. نتوقف مع هذه القضية لنناقشها في محورين: هل تلقى رسالة الرياض آذانا صاغية وتجاوبا من مجلس الأمن للتصدي لخروقات إيران وتدخلاتها في الشأن اليمني؟ وما هي المسارات التي يمكن أن تأخذها العلاقة بين الرياض وطهران في ضوء المعطيات الإقليمية والدولية الراهنة ومدى انعكاساتها على الساحة اليمنية؟ سنناقش ذلك مع ضيوفنا من الدوحة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، ومن الرياض الأكاديمي والسياسي السعودي الدكتور عبد الله العساف، على أن ينضم إلينا أيضا من الشارقة الدكتور عمر عبد العزيز. قبل أن نبدأ مشاهدينا نتابع وإياكم هذا التقرير. الرياض وطهران، هل بلغت العلاقات المتوترة ذروة مراحلها؟ الشاهد أن لهجة التصعيد ولو بالتصريحات الكلامية هي سائدة حتى الآن. رسالة السعودية الأخيرة لمجلس الأمن عن الخروقات الإيرانية كشفت الكثير من الاحتقان، ووضعت العالم أمام فتيل تشعله أصابع طهران في المنطقة وتتسع حرائقه لتشمل الإقليم كله. طلبت السعودية مجلس الأمن عبر سفيرها عبد الله المعلمي بوضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن التي تخوض الرياض تحالفا عسكريا لإسناد الشرعية فيها. وقالت السعودية إن خروقات طهران تشكل خطرا على القرار الدولي 2216، في إشارة إلى استمرار دعمها للميليشيات الإنقلابية وتشجيعها على التمرد السياسي والتصعيد العسكري، مذكرة بشحنات الأسلحة الإيرانية التي تم اعتراضها أكثر من مرة في عرض البحر. هذه الرسالة سبقتها تصريحات رسمية لوزير خارجية طهران جواد ظريف نشرت على هيئة مقال في جريدة نيويورك تايمز، حاول خلالها أن يمنح بلاده دور الضحية متهما الرياض بالإرهاب. لم يتوقف حديث ظريف عند إطلاق الاتهامات، بل تجاوز حدود التهديد بتصفية الهوية والمذهب قائلا فلنخلص العالم من الوهابية. بالعودة إلى الظرف الإقليمي الذي تأتي فيه هذه التصريحات والرسائل، فإن الحرب الكلامية بين السعودية وإيران لن تنتهي قريبا. ليس اليمن هي الساحة الوحيدة التي تتعارض فيها مصالح الرياض وطهران، لكنها ربما الأكثر سخونة والأهم بالنسبة للرياض. فالأمر يتعلق بدولة تتقاسم معها الحدود وتختلف مذهبيا مع الطرف المنقلب على الشرعية. عيون السعودية ودول الخليج مشدودة كثيرا إلى مجلس الأمن والموقف الدولي، خشية أن يقايض الغرب تنازلات طهران بشأن برنامجها النووي مقابل إطلاق يدها في المنطقة وملفاتها المتعددة، سيما بعد التصعيد الأمريكي الأخير الذي حمله قرار الكونغرس الأمريكي بجواز رفع دعوى قضائية ضد السعودية على ذمة أحداث 11 من سبتمبر، وهو ما اعتبره مجلس التعاون الخليجي مخالفا للمبادئ الثابتة في القانون الدولي. هذه المواقف غير المطمئنة دفعت سيل الشكوك إزاء تعهدات واشنطن بما يشبه الرعاية والحماية والحفاظ على مصالح إيران في المنطقة. وبغض النظر عما سيؤول إليه التصعيد السائد بين طهران والرياض، يبقى السؤال كيف ستنعكس هذه الحرب الكلامية المفتوحة على الملف اليمني، وما المصير المنتظر لبلد تنهشه الميليشيات وتتربص به الأيادي العابرة للإقليم؟ ينضم لنا مشاهدينا الكرام الدكتور محمد المسفر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. مساء الخير دكتور. دكتور؟ نعم معك. أهلا بك دكتور. يعني من الأكيد أو الواضح أن العلاقات السعودية والإيرانية تشهد الكثير من التعقيد، ليس فقط
السعودية الإيرانية وحتى ربما العربية الإيرانية بشكل عام. هل تصاعد إيران من خلال تصريحات وزير الخارجية أو المقابلة التي أجرها أو يعني المقال الذي كتبه في نيويورك تايمز، هل يصاعد من مستوى هذه العلاقات، يصاعد اللهجة، ما الذي يحمله ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا جدال بأن هذه عملية تصعيدية، وخاصة من قبل أيام الحج المبارك، وإيران عاملة عمل تصعيدي على جميع الصعد، سواء على المنابر الدينية أو سواء على المنابر السياسية الداخلية أو الخارجية، سواء في علاقاتها مع الدول الأوروبية وهي تشحن هذه المجتمعات ضد المملكة العربية السعودية وضد دول مجلس التعاون الخليجي على وجه العموم وضد التيار العربي المتواجد من المحيط إلى الخليج. هذه النغمة التي سمعناها في خطاب وزير الخارجية أو مقالته في نيويورك تايمز ليست جديدة ولم يأتي بجديد. إنهم يتربصون بهذه المنطقة كما تتربص بها إسرائيل أيضا. ليس هناك بعد على الإطلاق، ليس هناك خلاف بين ما تستهدفنا به إسرائيل وما تستهدفنا به إيران الآن في هذه الظروف القاسية التي تمر بها. ومع الأسف الشديد أنه أخذ من الدافعية هذه ما يجري في الولايات المتحدة من تصعيد ضد المملكة العربية السعودية، سواء عن طريق الكونغرس الأمريكي في مجلسي أو سواء عن طريق الخارجية كما قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية بأنه عليها أن تردع هذه المنطقة السعودية وقطر والكويت. هذا هو الأسلوب الذي جاري الآن في هذه الساحة. وبالتالي ما هو ردة الفعل الذي يجب أن تتأتى في الجانب الآخر، أي في الجانب العربي؟ مع الأسف الجانب العربي إلى حد الآن هو مهلهل. العراق كما نعرف أنها تحت الهيمنة والسيطرة الإيرانية، كذلك سوريا، كذلك لبنان، وهذا اليمن الآن يعتصر نفسه بنفسه. وبالتالي نقول أنه لم يأتي وزير الخارجية بجديد، إلا أنه الآن يعيد الشحنة مرة أخرى في عداء لهذه المنطقة ولهذه الدولة ولهذه الأمة، وليس هناك أي مشروع مع الأسف في الوطن العربي لمواجهة هذه الهجمة الإيرانية على جميع وسائل الإعلام وأيضا اتصالات. مع الأسف أن عندنا نحن في العالم العربي قوة متواجدة في أوروبا وفي الولايات المتحدة، لكنها معطلة تعطيلا كاملا، لم يتصل بها لا قيادات عربية ولا مجتمع مدني عربي ولا مجتمع مدني إسلامي على الإطلاق. وبالتالي إيران جندت جيشا الآن تسميه جيش التحرير الشيعي، والهدف منه تحرير منطقة الخليج من حكامها وتحرير مكة والمدينة من حكامها، وكأنهم مستعمرين ولا يعرفون أنهم الذين أقاموا شرائع الله الحقيقية منذ يعني مئات السنين في هذه المنطقة دون أن يختل التوازن. مع الأسف حتى الآن طيب دكتور، ما زالت العواصم العربية القادرة والفاعلة ما زالت تعيش في دوامة الخوف من ما تتصرف به إيران. طيب رسالة الرياض لمجلس الأمن دكتور، هل ربما هي هل ستكون أو ستمثل بداية لرد عربي أكثر قوة أكثر توحد، أم أن الأمر لا يعدو أن التصريحات الإعلامية فقط؟ أنا لم أسمع سؤالك بالضبط، لكني أعتقد أنك تسأل ما هو رد الفعل. كنت أتحدث على أن الرياض وجهت رسالة إلى مجلس الأمن بخروقات الحوثيين الذين تدعمهم إيران واستمرار دعم إيران للحوثيين في اليمن، وذلك ما يعاكس فكرة القرار مجلس الأمن 2216. هل هذه تمثل بداية لتحرك أكثر قوة من قبل الدول العربية والسعودية تحديدا؟ أنا أعتقد جازما أنه كلما ضعف العرب اتجهوا نحو مجلس الأمن، وقد يصدر مجلس الأمن وهم يعلمون جيدا بأنه لن يصدر قرارا لصالحهم في مجلس الأمن إن لم يكن يناقض يعني قرار مجلس الأمن الخاص اللي هو 216 أو ما ذكرته الآن. لكن أنا أقول أنه ليس الأمر هو اللجوء إلى مجلس الأمن
الخروج من مجلس الأمن إذا قرر مجلس الأمن أي قرار، حتى ولو بإصدار بيان صحفي من مجلس الأمن الذي لا يرقى إلى قوة رادعة ولا يرقى إلى أي عمل سياسي صحيح. ما هو البديل الذي ستتخذه هذه الدول الذي هي التحالف العربي الموجود في اليمن الآن؟ ما هو الموقف الذي ستتخذه أيضا على الأرض؟ هل هي قادرة على أن تحسم هذه القضية وفي أسرع وقت ممكن، أو أنها ستظل تترقب قرارات مجلس الأمن؟ قرار مجلس الأمن لن يصدر قرار لصالح المنطقة على الإطلاق، وأخشى ما أخشاه أن يصدر قرارا يناقض القرار 2216، وهذا هو الأخطر الآن الذي نواجهه الآن. أنا أعتقد أن الحركة على الأرض هي أكثر فاعلية في اليمن من التوجه إلى مجلس الأمن، وأنا أقول أنه ما زالت المعركة الموجودة الآن على جبهات اليمن ما زالت متواضعة، لا ترقى إلى مرتبة أنها القوة التحالف العربي في مواجهة مجموعة عصابات يقودهم أشخاص إما معتوهين سياسيا متمسكين بماضي التاريخ الذي ظلوا فيه 33 عاما قادوا اليمن إلى خراب ودمار وأمراض وتخلف، وهو بقيادة علي عبد الله صالح، والآن جاءوا الحوثيون الذين قادوا اليمن منذ زمن طويل لفترات زمنية، وأنا أقصد بها الإمامية الذين ينتمون إليها الحوثيين الآن، وهم يطالبون بأنهم هم السند الحقيقي لليمن. أنا أقول أنه حان الوقت لأن تتخذ هذه الدول، دول التحالف العربي، أن تتخذ قرارا حاسما بحسم معركة اليمن قبل الوصول إلى مجلس الأمن، لأنها لن ترى في مجلس الأمن إلا كلام لا يجدي نفعا على الإطلاق. طيب، هذا العنوان أو هذه المهاجمة لتيار الوهابية إن صح التعبير من خلال ما قاله ظريف في مقالة في نيويورك تايمز، هل يعني يتعدى مواجهة السعودية إلى مواجهة دول خليجية أخرى وكذلك دول عربية باعتبار هناك تيارات كثيرة من العرب يعني تتبع هذا المذهب، أم أن الأمر يقتصر على سجال سياسي من نوع ما؟ يا سيدي، الكلام عن الوهابية الإيرانيين يتحدثون عنه من زمن طويل وليس هذه اللحظة، ولكن التصاعد الآن في مواجهة ما يسمى بالوهابية أو ما يسمى بالتكفيريين أو إلى سميها ما شئت على كيفك وعلى كيف المجتمع، لكني أنا أقول أنه هذا ليس جديدا أيضا، مواجهة الفرس بما يسمى بالوهابية الجديدة الآن أو الوهابية القائمة في المنطقة، منطقة الخليج والجزيرة العربية على الإطلاق. لكن الآن هو إيران تستمد أيضا نفسها من قوة أخرى خارجية، وأخص بها الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية تحدثت، والرئيس الأمريكي أوباما تحدث عن المدارس الوهابية والنزعة الوهابية، وأنا أذكر مشاهدين كلهم الآن، وأذكر أيضا مسترقي السمع من الأمريكان، نقول من الذي أنقذكم في أفغانستان غير الوهابي؟ ومن الذي أفقدكم في نيكاراغوا؟ ومن الذي أنجزكم في فيتنام؟ ومن الذي ساعدكم في محاربة الشيوعية سواء في إيطاليا أو في أوروبا أو في أفريقيا غير هؤلاء الوهابيين؟ الآن صار لأنكم اقتربتم من إيران لخشيتكم أن تتولى قيادتها روسيا كما كان في الحرب العالمية الثانية، أنا أعتقد هو هذا المحك الحقيقي، ليس لقول إيران أي قول فعل، ولكنها تستمده من ما يدور في المجتمعات المدنية، المجتمع المدني في أوروبا وفي الكواليس السياسية بين النخب السياسية سواء في الكونغرس الأمريكي أو في البرلمان البريطاني أو الفرنسي. نعم، اليمين المتطرف الآن الذي هو في أوروبا شايل معوله لحجم هذه المنطقة والسيطرة عليه، وأنا أعتقد مع الأسف عندما سقطت العواصم العربية الثلاث دمشق وبغداد والقاهرة إما تحت حكم العسكر في مصر مع الأسف لأسباب شخصية حاقدة أنانية، أو فيما يتعلق بالعراق وسوريا ولبنان اليوم وارتدت اليمن، وهذه مرحلة التطويق الذي يريدون بها ضرب القلب، والقلب هي المملكة العربية السعودية، ويجب على العالم العربي والعالم الإسلامي أن يشتد عوده الآن للدفاع عن هذه المنطقة ليس بالكلمة
فقط ولكن بالقول الفعل والعمل. نعم هو إنجاز مهمة الكبرى في اليمن قبل أي عمل آخر كي نتفرق فيما بعد العراق وسوريا ولبنان وغيرها من المناطق التي هي بؤر لليمين المتطرف الآن المستهدف من قبل أوروبا الغربية. أشكرك أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر دكتور محمد المسفر، كنت معنا عبد الهاتف من الدوحة. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام الأكاديمي والسياسي السعودي الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله، أشار دكتور محمد في حديثه إلى أن هناك سعي للضرب قلب المنطقة العربية، ضرب المملكة العربية السعودية عبر سواء تصريحات سياسية أو كذلك عبر السياسات فعليا في المنطقة سواء الغربية أو حتى الإيرانية. إلى أين تتجه العلاقات السعودية الإيرانية في الفترة المقبلة على ضوء هذه التصريحات؟ هل من توقعات بفعل أكثر قوة من قبل دول الخليج والسعودية تحديدا في إطار هذه الأحداث أو العوامل التي يعني تدور حولها؟ أولا الحقيقة أنا أثني على مقال الدكتور محمد المسر، وأن كنت لم أستمع له كثيرا في نهاية الحديث، لكن أنا أعتقد أنه اليوم التوجه كله إلى منطقة القلب، محاولة السيطرة على هذه المنطقة وتفتيتها. سعت الدول العظمى إلى تفتيت هذه المنطقة من أجنحتها الكبيرة والقوية وتجريدها من قوتها المتمثلة في دمشق، القاهرة، العراق. بعد تحييدها اتجهت اليوم إلى إعطاء الضوء الأخضر بشكل مباشر أو غير مباشر لإيران لفرض أجندتها التوسعية عن طريق سواء عملائها، عن طريق حربها بالوكالة، عن طريق العملاء الممتدين في دول الخليج سواء حزب الله، الحشد الشعبي أو غيره، أو الحوثي أو غيره بهذه المنطقة من أجل إضعاف هذه المنطقة وإنهاكها. للأسف تحديدا الولايات المتحدة لديها سياسة التوازن بين القوى، لا تريد إنهاك المملكة العربية السعودية وإظهار إيران هي الطرف الأقوى، بل تريد إنهاك هاتين القوتين، تجعلهما قوتين متهالكتين ضعيفتين، لأن المملكة العربية السعودية حامية الحرمين الشريفين، هي المنطقة، هي البلد الكبير اليوم الذي يعول عليه الشيء الكثير، هي حامية الحرمين، هي قائد ورائد في العالم الإسلامي، لا تستطيع الولايات المتحدة والقوى العظمى الوصول إليه، فتحاول أن تبدأ من الأساس وتحاول اختلاق المشكلات عن طريق ما سميت اليوم بقضية الوهابية أو عن طريق محاكمة هذه الدول الراعية للإرهاب قانون جائزة أو غيرها. وبالتالي هي تحاول إثارة الكثير من المشكلات في الشرق وفي الغرب، مرة بوجود فصيل متطرف، ومرة بعدد من الاتهامات سواء 28 صفحة اللي كانت محجوبة وكانت تطالب المملكة العربية السعودية من أيام الأمير سعود الفيصل رحمه الله نشرها على الملا علانية، ومرة بقضية المحاكمات. وبالتالي الأمريكان اليوم سياسة خاصة في أنها تظل بعيدة وتنأى بنفسها عن مشاكل هذه المنطقة عن طريق إشعال الفتيل الطائفي والاحتراب الإقليمي داخل هذه المنطقة. طيب التحالف العربي الآن هو تدخل بعنوان عريض إعادة الشرعية إلى اليمن، تدخل بعنوان عريض آخر ربما غير رسمي أو غير أساسي، وهو مواجهة إيران والنفوذ الإيراني في اليمن أيضا. هذا الأمر يعني بوجود الكثير مما يقول أنه اختلاف في السياسات الداخلة بداخل التحالف العربي للدول المنضوية بداخله، هل هناك وجهة نظر واحدة حول ما يراد في اليمن؟ هل هناك وجهة نظر واحدة باعتبار أن اليمن الآن ساحة التي يعني تقوم فيها الدول العربية بمواجهة أيضا النفوذ الإيراني بشكل أوضح من غيرها من الأماكن؟ هل الأمور في التحالف العربي واضحة في هذا الخصوص؟ دعك مما يثار من خلال المماحكات الإعلامية التي تحاول أن تفت في عضد التعاون أو التحالف العربي من خلال إثارة أنه وجود أكثر من وجهة نظر حول قضية المعالجة أو التعاطي مع الملف اليمني. أنا في ظني وفي اعتقادي أنه اليوم لها أكثر من سنة وجود التحالف العربي، لم تظهر هناك أي مشكلات، لم تكن هناك أكثر من وجهة نظر طافية على السطح. الاختلافات ربما تكون واردة بين أي مجموعة تعمل في اتجاه واحد حول بعض الوجهات، لكنها لا تعد أن تكون
اختلافات وليست خلافات، هذا بتقديري الأولي. وأيضا أنه تحقيق المطلب هو هدف عام ومشترك وهدف استراتيجي ينصب في النهاية وينعكس على أمن واستقرار المنطقة كلها. فمن مصلحة المنطقة اليوم أن تتحد برؤية واحدة واتجاه واحد وبخط واحد، لا تشد عنها أي دولة حتى تحقق مصلحتها، لأنها تدرك جيدا أن هي الخطوة القادمة. وبالتالي اصطفاف هذه الدول وخلف التحالف العربي، إنجاز المهمة، حماية اليمن، تأمين هذه المنطقة العربية في خاصرة الجزيرة العربية، وإخراج العدو الذي يحاول تطويق اليوم المنطقة من الشمال والجنوب هو هدف استراتيجي لا يمكن التراجع عنه. نعم. طيب، في الخامس من سبتمبر من هذا الشهر هناك نشرة انتليجنس أونلاين يعني تحدثت عن شعور سعودي بالقلق من لوبي إيراني في سلطنة عمان يساعد في تهريب الأسلحة للحوثيين يعني بواسطة جزر وكذلك أراضي تابعة للسلطنة تخزن فيها أسلحة. ما مدى حقيقة مثل هذه المعلومات؟ إن صحت هذه المعلومات، ما علاقة مسقط بتوفير ممرات لتسليح الحوثيين؟ أنا لا أعتقد. هناك الكثير من الوسائل الإعلامية التي أيضا تحاول تمرير واختلاق مثل هذه الأخبار أيضا لأهداف لا تخفى عليكم. دائما وسائل الإعلام ليس هناك اتصال بريء، بل هو مشحون بالقيم، مشحون برسائل مبطنة تريد إثارة المشكلات بين هذا الجسم الخليجي. في ظني وفي اعتقادي إيران كانت وما تزال هي أحد البوابات الحامية لليمن من جهة الجنوب، صامدة ولا تسمح بمرور أي أسلحة أو مقاتلين، كما تزعم بعض وسائل الإعلام الغربية بأن مسقط هي البوابة التي تفتح أبوابها لدخول الأسلحة، وهذا غير حقيقي. هي في اصطفاف تام مع شقيقاتها دول مجلس التعاون. هناك اتفاق إن لم يكن ظاهرا في العلن، فهناك اتفاق آخر ربما لا يكشف عنه كثير. فنجد أنه مسقط لديها رسائل كثيرة، لديها وساطات، لديها اتصالات، لديها قنواتها الخاصة التي تعمل من خلالها لخدمة التحالف العربي وخدمة اليمن في النهاية. يعني هي في نهاية المطاف ليست أحدى دول التحالف العربي وإن كانت دولة خليجية، لكن هذا الأمر ربما يدفع الكثيرين خاصة من التصريحات الإيرانية العمانية لكثير من المسؤولين الذين ربما يتبنوا وجهة نظر أو طريقة حل المشكلة اليمنية بشكل آخر، يدفع إلى التساؤل حول جدية الصف الخليجي أو جدية وحدة الصف الخليجي ومن ثم جدية صف التحالف العربي بوجود الكثير من الأفكار المختلفة وإن كانت كما تقول تحت إطار واحد. أنا أعتقد مرة أخرى إيران لها سياستها الخاصة التي انتهجها السلطان قابوس وسار عليها باتجاه الحياد التام، لكنه لا يمكن أن تخرج السلطنة عن الإطار العام لدول مجلس التعاون وعن مظلة مجلس التعاون، إدراكا منها أن قوتها واستقرارها وأمنها وبقائها هو من ضمن ببقاء واستقرار هذه المنظومة الخليجية. أيضا هناك مصالح مشتركة لا يمكن أن تشد عنها مصر، وإن كانت لدى الآخرين أقل بالنظرة البسيطة المجزأة أنها اتخذت ركن الحياد. ما تزال مصر هي عامل فاعل مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، لكن لديها سياسة خاصة. إن لم تشارك في التحالف فهي شاركت في المفاوضات وفي الاتصالات التي لا يعلم عنها الكثير، وهذا جزء من العمل. ليس العمل فقط في الميدان، ولكن هناك أعمال أخرى تحت الأقبية واتصالات وغيرها. هذا الدور هي التي تقوم به سلطنة عمان خدمة لهذه المنظومة الخليجية ولليمن بشكل عام. طيب دكتور، بسؤال أخير، ما هو يعني باعتبار الساحة اليمنية هي الساحة الأبرز لربما المواجهة ما بين فكرة التمدد تحت إطار الدولة للحوثيين وموالاتهم لإيران، وكذلك بين فكرة الشرعية والوحدة العربية في التحالف العربي؟ هناك الآن مواجهة على اليمن، كيف ستنعكس العلاقات الإيرانية السعودية أو التصعيد في هذه العلاقات على المعركة في اليمن؟ لا تزال اليوم القدح المعلى هو الاتحالف، لا تزال إيران تصرخ بالصوت العالي والصراخ على قدر الألم. إيران تشعر أنها خسرت وكسرت هنا في اليمن، وقد كسرت أيضا في أكثر من موضع في سوريا، فتحاول بالصوت العالي
أن تجأر وتصيح دائما بأنها منتصرة، بأن التحالف العربي هو يعمل ضد المصلحة اليمن وأهل اليمن، وبالتالي اليوم اتخذت من اليمن أو من عميلها الحوثي تحديدا عميلا مزدوجا تعافي لأن تصنع منه تستنسخ نموذج أو تجربة حزب الله في بيروت، لكنها فشلت في هذا، وبالتالي استطاعت أن تحاول أن دائما بالطريق الإعلامي وبالطريق عن طريق سواء جهات مسؤولة وجهات مأذون لها سواء الجنرال مسعود أو ظريف أو غيرهم ما يفتؤون بين فترة وأخرى يطلقون التصاريح التهويلية والتخويفية التي يريدون منها كسب أو رفع الروح المعنوية لأنصارهم داخل اليمن. إذن أشكرك الأكاديمي والسياسي السعودي دكتور عبد الله العساف، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. كما أشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة، ونوه إلى أن الدكتور عمر عبد العزيز اعتذر على مشاركته معنا اليوم. بهذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم. في ختام يتقبل تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات معد ومنتج الحلقة الزميل محمد القاسم، وتحيات بقية الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.